شابتر ظريف جدا هندرس فيه 3 قوانين: فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، السكند لو، الثيرد لو. النهارده هناخد الفيرست بس، وبكره ان شاء الله هندرس مع بعض السكند والثيرد، لان الثيرد بسيط جدا مش هناخد فيه حاجات كتير، فهندمجهم الاثنين مع بعض لان الاثنين معناهم واحد او بيأدوا لنفس الغرض يعني. انما الفيرست لو بيتكلم في حاجه منفصله عنهم شويه. طيب الفيرست لو ده يا جماعه، انا بص انا كاتب جنبه ايه كده، لو اوف ايه، كونسرفيشن اوف انرجي، قانون بقاء الطاقه، وده اخذناه زمان جدا في المدرسه. كان بيقول ايه القانون ده، الفيرست لو كان بيقول ايه؟ كان بيتكلم عن الانرجي. هو الثيرموداينامكس كلها بتتكلم عن الانرجي، بس ده بالتحديد لما جينا اخذناه او لما جيت انت عارف معلومات عنه، اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي بيتكلم على ايه؟ قانون بقاء الطاقه. بيقول لك الطاقه ايه، الانرجي ايه، بتتحول من صوره لاخرى. بالبلدي كده بالظبط، بالبلدي كده الورقه طاقه، الورقه اللي انت بتكتب فيها مع اللي قدامك دي انرجي، الخشب طاقه، الفحم طاقه. طب ازاي؟ يقول لك الورق ده لو جيت ولعت فيه هيتحول طاقه، الخشب لو جيت ولعت فيه هتحصل منه على طاقه، الفحم نفس الكلام هتحصل منه على طاقه. طب هل الحاجات دي لما بتولع فيها بتختفي بعد كده، ولا بتتحول لرماد صغير كده، حاجات كده عامله زي البودر خفيف قوي قوي؟ يبقى الانرجي بتتحول من صوره لاخرى. يبقى الانرجي نكتب كده بالستيت بتاع الفيرست لو الديفينيشن، يعني الستيت، اقول لك الستيت بيجي ام اس كيو، يبقى الانرجي cannot be created or destroyed. But it converted from one form to another. خلاص، يبقى الانرجي cannot be created or destroyed. طاقة لا تفنى ولا تستحدث في العدم، ولكنها تتحول من ايه؟ من صورة إلى أخرى. نحط خط عند كلمة ايه؟ converted from one form to another. تتحول من صورة لأخرى. هو ده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. طب تعالى نشوف مع بعض ايه هي الفانكشنز اللي بيتعامل معاها الفيرست لو. شباب بيتعامل مع تو فانكشنز دالتين، ايه هما؟ الدلتا اتش وحاجه اسمها الدلتا اي. طب ايه هي الدلتا اتش دي؟ اخدناها كتير زمان من شابتر 2 وشابتر 4. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن التشينج، تشينج ان سالبي. ايوه ان سالبي، تشينج ان ايه؟ ان سالبي. التغير، وقلنا الانثالبي دي اكسبريشن معناها ايه؟ التغير في المحتوى الحراري في السيستم، صح ولا غلط؟ تمام، برافو. طيب الدلتا اي هي عباره عن ايه؟ اللي تشينج ان انترنال انرجي، الطاقه الداخليه، تشينج ان انترنال انرجي، التغير في الطاقه الداخليه. ونيجي هنا نسيبك من كلمة change ونشوف يعني ايه internal energy الاول، يعني ايه كلمة internal energy يا شباب؟ لان طبعا دي اول مرة نشوفها في شابتر 5 في الثيرموداينامكس، انما الدلتا اتش شفناها قبل كده كتير وعرفنا يعني بتتحسب ازاي، انما الدلتا اي كنا اول مرة نشوفها دلوقتي فلازم نتكلم عنها. يعني ايه internal energy؟ هقول لك انت دلوقتي قاعد بتسمع المحاضرة ليك internal energy، هتقول لي ازاي؟ هقول لك internal energy بتاعتك هي عبارة عن البوتنشال energy بلس الكاينيتيك انرجي، البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي بتاعتك، الكاينيتيك انرجي. خلاص، طب هتقول لي الله يعني انا دلوقتي قاعد بسمعك في المحاضره وبتاع، انا ليا اقول لك اه، هتقول لي طب انا ليا بوتنشال ماشي، طب الكاينيتيك فين؟ انا ما بتحركش. هقول لك اه انت قاعد بس جواك حاجات بتتحرك، جواك دم بيمشي مش عارف ايه، ليك كاينيتيك انرجي بس مينيمم فاليو، صح ولا غلط؟ ايديك بتتحرك من هنا لهنا مش عارف ايه، بتجيب حاجه، بتجيب قلم، بتجيب كراسه، بتجيب مش عارف ايه. يبقى مجموع البوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك انرجي يديك الانترنال انرجي بتاعه السيستم. خلاص، يبقى معنى كده يا شباب ان انا لو عندي ايكويشن، لو انا
عندي equation A plus B اديتنا C plus D. هدف الإكويشن دي ان انا هربط الدلتا اتش بقى بالدلتا اي. يعني انا لو جيت سالتكم سؤال ايه علاقه اللي تشينج انثالبي التغير في المحتوى الحراري للسيستم بالطاقه الداخليه للسيستم، كلمه من معناها كده مين جزء من مين، ده محتوى حراري ودي طاقه داخليه. يعني ايه طاقه داخليه؟ يعني جزء من السيستم مش السيستم كله، صح ولا غلط؟ يعني معنى كده يا شباب، معنى كده ان العلاقه بين الاثنين دول ها جزء، يعني مين اللي جزء من مين؟ ها لو هنرسم كده طاقه داخليه جزء من دلتا اتش. ايوه جدع، ان الدلتا اتش دي هي البالونه الكبيره وجواها اجزاء كتيره من الانرجي، منها الانترنال انرجي الدلتا اي، ومنها حاجه تانية هنشوفها دلوقتي. خلاص، يعني معنى كده المحتوى الحراري للسيستم لما اقول لك الدلتا اتش اللي كنا بنحسبها في شابتر 4 وشابتر 2 لما اقول لك بتطلع 1000 2000 3000، شوف بقى ال 3000 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1000 للانترنال انرجي، 2000 للورك اللي بيعمله. يبقى معنى كده الدلتا اتش دي صوره عامه او محتوى عام لكل الانرجي اللي موجوده في السيستم. طب تعالى نشوف الكلام ده في المعادله اللي قدامنا. لو انا جيت قلت لك الايكويشن دي فيها رياكتنس اديتني برودكتس اللي هو السي والدي، الرياكتنس دول ليهم ايه؟ ليهم اي ار رياكتنس، ليهم انترنال انرجي هسميها اي ار، والبرودكتس هنا ليهم انترنال انرجي برضو اسمها ايه؟ ها الاي بي بتاعت البرودكت. ايوه تمام، لما تيجي تجيب الفرق بينهم يبقى ايه؟ ها هتحصل على الدلتا اي بتاعت الايكويشن. يبقى دي اول طاقه عرفنا اول حاجه من الانرجي عرفنا نجيبها للايكويشن التشينج ان انترنال انرجي. طب ايه هنفرض؟ شوف هنفرض من عندنا ان السيستم ده او الايكويشن دي طلع منها ورك، طلع منها طب الشغل اللي هيطلع من السيستم ده هيكون قبل السهم ولا بعد السهم؟ يعني الشغل بيحصل امتى؟ يعني انت دلوقتي عندك A بلس B لسه، ايوه يبقى في البدايه الورك بزيرو لان في البدايه لسه ما تفعلوش. طب لما الرياكشن حصل يبقى السيستم بقى ايه؟ حصل وطلع غاز وعمل ورك وزق البيستون وحصل دنيا، يبقى هقول ايه؟ ان الورك ايه؟ الورك ايكوال ايه؟ فاليو. ما اعرفهاش. يبقى هنا قدرت كمان اشوف ايه؟ صوره ثانيه، ما هو الورك ده بقى يا جماعه صوره من الانرجي، الورك ده يعتبر انرجي لانه بالجول. صح؟ وبالكيلو جول. يبقى عندي كم انرجي في السيستم؟ ها؟ دلتا اي وايه كمان؟ ها؟ والورك. اتنين. يبقى معنى كده يبقى الورك ده نحطه فين هنا؟ ها؟ فين؟ مع في جوه الدلتا اتش لانه برضه جزء من المحتوى الحراري. الله ينور عليك. يبقى معنى كده ان المحتوى الحراري للسيستم يعتبر في اجزاء جواه بتحتوي على دي، هي بتعبر عن الانرجي بتاعت السيستم. ايه هي؟ يبقى الدلتا اتش لما نيجي نكتبها في صوره معادله، الدلتا اتش نكتب كده ايكوال الدلتا اي بلس الورك. خلاص، الدلتا اتش ايكوال الدلتا اي بلس الورك الطاقه. نقول مثلا مثال علينا، انت مثلا اول ما بتصحى من النوم ليك ايه؟ دلتا اتش ولا دلتا اي؟ اول ما بتصحى من النوم خالص لسه في بدايه يومك اكيد اكيد ليك انترنال انرجي. حلو، نزل حلو، ليك انترنال انرجي الصبح، نزلت الكليه بتحضر محاضره توتوريال، بتروح تاكل، بتروح مش عارف ايه، يبقى في هنا في الكليه طول ما انت في الكليه بتعمل ورك، صح ولا غلط؟ بتعمل شغل. يبقى طاقتك في الكليه دي اسمها ايه؟ طاقتك في الكليه اسمها اي والله دلتا اتش. يبقى الطاقه مع بذل الشغل اسمها ايه؟ الدلتا اتش. خلاص، القانون ده مهم جدا ومفيش مساله مش هنعوض فيها ليه؟ لان ده القانون اللي بيربط الدلتا اتش بالدلتا اي. فلما اجي اقول لك اديك الدلتا اي واطلب الدلتا اتش، او اديك الدلتا اتش واطلب الدلتا اي، تقول لي ايه؟ الدلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس ورك. بس لازم نكون فاهمين مين جزء من مين، ان الدلتا اتش هي الاعم، هي الصوره الكامله لمحتوى الطاقات اللي موجوده في السيستم. خلاص، فبتحتوي على الانترنال انرجي بلس الكاينيتك انرجي. يبقى اخذنا في الصفحه دي الستيت بتاع الفيرست لو عشان ما انتوش، والفيرست لو بيتعامل مع كام فانكشن اللي هي الدلتا اتش والدلتا اي، وعرفنا الفرق بينهم وعرفنا ايه العلاقه بينهم، ان الدلتا اتش هي الطاقه مع بذل الشغل، الدلتا اي بلس الورك. خلاص كتبنا؟ نعم.
دكتور معلش، هو انا بس عايز اعرف هو المحاضره بتتسجل ولا لا، عشان باين عندي انها واقفه. انا عملت ستارت. تسجل. ايوه هي بتتسجل. تمام شكرا. نرجع تاني. عايزين نشوف بقى دلوقتي بروف اثبات الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. اكتب كده معايا بروف هثبت ايه. تتخيل انت بروف فيرست لو اوف ثيرمودينامكس. هثبت ايه؟ مش انت دلوقتي بتقول لي الفيرست لو هو الانرجي بتتحول من صوره لاخرى. انا عايز بقى اكزامبل يوضح ان الطاقه بتتحول من صوره لاخرى. اروح اعمل ايه؟ اروح راسمين كونتينر كده خلاص عشان نشوف التحول ده. راسمين كونتينر وفي مكبس، مكبس ده متحرك وفي هنا جاز. السيستم ده ليه انترنال انرجي هسميها اي اي. ليه انترنال انرجي هسميها ايه؟ اي اي. خلاص يبقى نكتب كده if we have a system of internal energy اي اي في البدايه خالص، واسميها هنقسمها في صوره بوينتس كده في البدايه عند السيستم اي اي. طب لو انت اديت السيستم ده، لو انت اديت السيستم ده amount of heat Q، الا الغازات اللي موجوده دي اللي موجوده هتاخد الكيو دي صح؟ يحصل لها وور. هتعمل بيها ايه؟ ايوه برافو عليك. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل وورك. ليه؟ لان الانرجي بتاعت السيستم ايه؟ حصل لها ايه؟ زادت، فبالتالي قدر يستغل الطاقه دي ان هو ايه؟ ها؟ يزق يعمل شغل. البيستون. ايوه يزق البيستون لفوق. يبقى معنى كده ان انا شفت تحول ظاهر قدامي، ان الكيو اللي انا اديتها له قدرت تتحول لايه؟ لورك. يبقى ده تحول ولا مش تحول؟ تحول. طب الاثنين طاقه ولا مش طاقه؟ يعني الاثنين صوره من صور الانرجي ولا لا؟ الاثنين صوره من صور انرجي، بدليل ان دي بتتقاس بالجول ودي برضو بتتقاس بالجول، يبقى الاثنين انرجي صح ولا غلط؟ يبقى في النهايه بعد السهم السيستم بعد كل ده وبقى بعد ما بذل شغله بقى ايه؟ كل ده بقى ايه؟ بقى ليه اي فاينل صح ولا غلط؟ يبقى انا كنت في البدايه الانترنال انرجي بتاعتي اي اي، رحت اخدت ابزورب اماونت اوف هيت كيو فتحولت تلقائي او ضمنيا لورك. فده اكبر شاهد على ان في لو كونفرزيشن انرجي، يعني الفيرست لو او التحول ده حصل قدامي. طيب تعالى بقى نكتب الكلام اللي احنا شفناه او الكلام اللي احنا فهمناه. هقول ايه؟ if the system absorbs amount of heat Q، ايه اللي هيحصل؟ it will it will be doing work. يعني لا لو السيستم اللي عندي اخد كيو ايه اللي هيحصل؟ هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها work. طيب حد يقدر يقول لي بعد ما الشغل اتبذل الاي فاينل بتاعت السيستم بقت بتساوي كام؟ دلتا اتش. مين جدع يقول لي؟ لا الاي فاينل بتاعت السيستم دلتا اتش ناقص الورك. الورك الورك بلس لا لا الاي اي زائد الورك اللي انا عملته. لا نبص بقى الاي اي زائد الاي اي ثواني ثواني بس لحظه واحده عشان نفهم. لحظه واحده لحظه واحده عشان نفهمها عشان ما نضيعش اللي احنا فهمناه. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ ان انا عايز اجيب الاي الاي فاينل لان دي المعنى بيها ان السيستم وصل ليها للاخر فعايز احسبها. طيب الاي فاينل بيساوي ايه؟ شوف الاصل بتاعك قبل السهم، ما هو لازم يدخل معاك في اللعبه. مش انت بتقول السيستم كان ليه في الاول اي اي بلس كيو صح؟ يبقى انت دلوقتي كنت في الاول اي اي اديه ابزورب. يعني ايه ابزورب؟ ابزورب يعني ايه؟ يعني بوزيتيف صح ولا غلط؟ يبقى
a positive q sorry positive q. طيب بعد كده السيستم عمل ورك. انا دلوقتي اديت لواحد 20 جنيه صرف 15، يبقى الفلوس زادت ولا قلت؟ قلت بالظبط. انا اديتك 20 جنيه اخدت جزء منهم عشان تشتري حاجه، رحت واخد 15 جنيه تشتري حاجه. انا دلوقتي السيستم بقى اي اي بلس كيو، اخدت منه يعني ايه ماينس ولا بوزيتيف؟ ماينس. ايوه اخدت جزء منه وعملت بيه ايه؟ وعملت بيه ورك، صح ولا غلط؟ ايوه. يبقى الاي فاينل بتساوي اي انيشال بلس كيو ماينس الورك. خلي بالك من الحته دي، وانا مبروز لك الاثنين دول علشان دول اللي موجودين في الاول مع بعض، تفهم ان هم ايه دول اللي قبل السهم. وبعد كده بعد ما السيستم خلاص اكتمل باي اي بلس كيو اخد، ما هو مش هينفع ياخد الطاقه كلها يعمل بيها ورك. مش معقول السيستم هيشفط كل الطاقه بتاعته يعمل بيها ورك، مش لازم تفضل طاقه للجزيئات تتحرك بيها وتمشي بيها، يبقى مستحيل ياخد كل الطاقه بتاعته، فهاخد جزء منها بس اعمل بيها الورك، يبقى ماينس ورك. طب تعالى نظبط كده المعادله دي، يبقى الاي فاينل ماينس الاي انيشال ايكوال الكيو ماينس الورك، يبقى الدلتا اي بقت ايكوال ايه دلوقتي؟ كيو ماينس. يبقى انا لو عايز احسب التشينج في الانترنال انرجي، وهو ده نكتب كده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، ده القانون الاول للثيرموداينامكس اللي هو بيثبت تحول الطاقه من صوره لاخرى، وقدرنا كمان نحسب فيه التشينج ان انترنال انرجي اللي هي ايكوال كيو ماينس الورك، قانون مهم جدا. خلاص طيب نرجع بقى للمفاهيم القديمه الكيو دي، عشان برضو تكون الحاجه يعني ما تحتاجش ترجع لشابتر قبل كده تشوفها. لما اجي اقول لك في المساله وانت عارف كده كويس، جنب الرقم اقول لك ايفولف، اقول لك ابزورب، اكيد دي ليها معنى ودي ليها معنى، صح ولا غلط؟ يبقى نكتب كده الكيو لما بتبقى بالبوزيتيف يعني معناها السيستم ايه؟ ابزورب هيت. اللي انا كنت كاتبها قدامكم وانتوا ايه برضو ما كنتوش واخدين بالكم منها. اي الكيو لما بتبقى بالنيجاتيف معناها بيقول ان السيستم ايه؟ ايفولف هيت. خلاص، ودي قلناها في شابتر 4. طيب واخدنا في شابتر 1 كمان الورك الفاليوز بتاعته، لما الورك يبقى الورك باي ولا اون ذا سيستم؟ باي. نسينا، لسه بقول عليكم درجاتكم حلوه. الورك نيجاتيف يبقى اون ذا سيستم، يبقى اون on the system. وده الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، وده الساين او معنى كل ساين بتدل عليه. هنشوف دلوقتي سبيشال كيسز من القانون ده. طبعا كلنا عارفين ان كل قانون لازم يبقى فيه حاجه اسمها سبيشال كيسز. يعني ايه؟ ما هو مش كل التفاعلات بتتم في نفس الكونديشنز، لا ده في كونديشنز بتختلف، فصيغه القانون الفورمولا بتاعه القانون بتتغير طبقا للكونديشن اللي انت حاطط فيها الرياكشن. بمعنى ايه؟ نشوف كده مع بعض، نكتب سبيشال كيسز تايتل كده، نمبر 1 لو الرياكشن بيتم عندك at constant volume، يعني ثبوت الحجم. يعني ايه الرياكشن بيتم عند ثبوت الحجم؟ يعني يا شباب الرياكشن بيتم في closed container. بيتم فين؟ في closed container مقفول، مفيش اي حته يتسرب منها الرياكشن، مفيش تسريبات خالص، مقفول ايزوليتد.
ده closed دكتور system. طيب الفيرست لو في الثيرموداينامكس اللي احنا اثبتناه فوق الباقي ممكن يا دكتور تعيد الحتة اللي فاتت ده عشان السكن بيطلع بس القانون ده هيكون من بتاع اني حته بالظبط احنا دخلنا في تايتل جديد سبيشال كيسز لسه هشرح اهو كونستنت فوليوم وحضرتك قلت ايزوليتد خالص ما طيب. ما فيهوش دكتور دي بقى بيعلق قوي الصوت بيقطع جامد بس ده من اول محاضره ولا دلوقتي بس لا لسه دلوقتي لا من اول سبيشال كيسز بس كده كان بيعلق لحظيا كده بس دلوقتي تطور طب تمام السبيشال كيسز نمبر 1 اهو لسه اللي بكتبه تاني ات كونستنت فوليوم يعني الرياكشن بيتم عندك ات كونستنت فوليوم يعني كونستنت فوليوم يعني ايه يعني الكونتينر مقفول تماما لان في بعض التفاعلات يا جماعه بنعملها بتوصل لدرجه الانفجار فاكيد اكيد مش هعملها في الاوبن فاكيد اكيد بقفل الكونتينر كويس قوي وما يحصلش تسريب علشان انا عايز احسب الاماونت اوف هيت بس مش عايز اي اذى يعني مش عايز الاماونت اوف هيت اللي تطلع فبقفل الكونتينر انا طبعا ببقى عارف ان الرياكشن دوت مش يعني الكلام ده مش بتفاجئ انا ببقى عارف ان الرياكشن ده هيطلع طاقه عاليه فبعمله لو عارف ان الرياكشن ده هيطلع طاقه بسيطه فهعمله في اوبن اندر كونستنت بريشر السبيشال كيس الثانيه لما نيجي نشوفها طب خلينا الاول نشوف ات كونستنت فوليوم ايه اللي بيحصل دلوقتي الايكويشن دي حاجه فيها هتتغير ايه اللي هيحصل فاكرين يا جماعه لما قلنا في شابتر 1 الورك ايكوال بي في الدلتا في انا كده الدلتا بي بتاعتي بزيرو مش هيبقى طب عندي انا لما اكون لما اكون قافل الكونتينر مش هيحصل تغير في الحجم فالتغير في الحجم بزيرو فالورك عندي هنا قيمه ليه قيمه ولا بزيرو بزيرو صح زيرو. حول غلط فهنيجي بس لو هنحط هنا ايوه زيرو يبقى القانون بتاعنا او الفورمولا بتاعتنا الدلتا اي ايكوال الكيو في ام سي كيو على طول هتطبق ايه ده ايكوال كيو ماينس الورك بلا دلتا اي ايكوال كيو بس يبقى تقول لي ايكوال كيو في يعني مفيش ورك اقول لك بصيغه ثانيه هتكون السنت فوليوم الورك ايكوال زيرو ولا ايكوال فاليو ولا ايكوال اجيب لك حاجات مالهاش علاقه بالسؤال يبقى لازم تكون يعني بالهايلايت انت ايه المهم هنا او ايه المعنى او اللي هتسال فيه يبقى معنى كده هتكون السنت فوليوم الرياكشن دلتا اي ايكوال كيو في طب الفي دي اللي احنا كاتبينها دي معناها ايه اصلا هتلاقي كيو لها كده في دي معناها ان الرياكشن تم ات كونستنت فوليوم دي الكيس الاولانيه اتفهمت تمام يبقى حطينا الورك بزيرو على طيب الحاجه الثانيه بس قبل ما نخش في الكيس الثانيه دي كنا هنقولها في المثال بس قلنا دلوقتي بالمره هو الدلتا اي بتساوي كيو في دي بتاعت ايه عشان ده ليه اسم الاسم ما هو هي دي هي دي بالظبط انا ما عملتش اي حاجه بس حطيت الكيو في حطيت في جنب يعني في دي الكيو اثباتا لان التفاعل تمت ايه هتكون كونستنت فوليوم اه تمام شكرا بالظبط في معنى تاني اسم لو قال لي اسم الجهاز في المساله اسم الجهاز ده ليه اسم اللي هو اسمه البومب كارومتر اسمه ايه سمعتوا عنه قبل كده؟ ما ظنش موجود في لابل كيمستري لابل كويز البومب كارومتر واضح ان انتم مذكرين معمل واضح واضح قوي طيب البومب كارومتر ده جهاز طبعا زي ما قلت لك التفاعلات اللي فيه بتتم لدرجه الانفجار فعشان كده سموه بومب كارومتر يعني ايه وده بيكون مقفول من كل الاتجاهات وبيمنع اي تسريب وبقدر احسب منه الهيت بتاعه الرياكشن اللي هي في صوره الدلتا اي بس لان مفيش ورك عندي خلاص ممكن طيب. السبيلنج بتاع اللي بتاعه ايه بتاعه اسم الجهاز بتاعه ايه البومب بي او ام بي كالوريمتر سي اي ال او ار اي ام اي تي اي ار
شكرا جدا لحضرتك. at constant اللي بيتم بيه بقى يعني 99% من الرياكشنز بتتم ايه يعني كلها في الـ في الاوبن اندر كونستنت بريشر. يعني ايه كونستنت بريشر؟ يعني فاتح الكونتينر تحت ال1 اتموسفير يعني اندر ال1 اتموسفير بيتم الرياكشن هنا. وبالتالي القانون بتاعنا الدلتا اي ايكوال الكيو ماينس الورك. الورك طبعا مش هتساوي زيرو لان بي في عندك تغير في الفوليوم بيحصل وفي ورك بيحصل اجينست ال1 اتموسفير. فكل ده بيدل ان في ايه ان في ورك. يبقى هنا الورك not equal zero لان الدلتا في برضو not equal zero. يبقى معنى كده ان الدلتا اي equal هنضيف هنا بي. معنى كده ان الاكشن تم فين؟ constant pressure. دايما هنا يعني لما كنا في constant volume ضفنا في في daily q. هنا في constant pressure بنضيف بي في daily q. طب افصل لي الكيو بي دي في سايد لوحدها. يبقى الكيو بي ايكوال دلتا اي بلس لانك هتودي الورك الناحيه الثانيه بالبوست اللي هي دلتا اتش. الله ينور عليك. لسه كنت اقول لكم دلوقتي الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه؟ ها دلتا اتش. ده عباره عن دلتا ايوه اتش. يبقى نقدر نشيلها ونحط المعنى الاعم بتاعها بقى اللي هو التوتال بتاع الاثنين اللي هو مين ده بس مين المعلم بتاعهم اللي هو بيساوي الصم ده بلس ده. يبقى معنى كده ان استنتجنا ان الدلتا اتش ايكوال الكيو بي وبروس كده. حد لاحظ واخد باله الفرق بين وكونستنت بريشر؟ حد اخد باله كونستنت فوليوم الرياكشن ليه دلتا اي في الكونستنت بريشر الرياكشن ليه دلتا اتش؟ يبقى في الكونستنت فوليوم اقدر احسب الدلتا اي بس. في الكونستنت بريشر بحسب الدلتا اتش للرياكشن. الرياكشن ساعتها بيبقى ليه دلتا اتش. ليه؟ لانه بيبقى ليه ايه؟ ها بيبقى ليه ورك وبيبقى فيه دلتا اي فاقدر اقول عليه الاثنين دول مع بعض اسمهم الدلتا اتش. خلاص. انما هنا في الاول هو دلتا اي بس. دلتا اي يعني خلاص هي حاجه انترنال انرجي بس مفيش ورك معاه لان الورك كان بزيرو. يبقى دول تو سبيشال كيسز مهمين جدا وغيروا الفورمولا بتاعت الفيرست لو وبالتحديد في الكونستنت فوليوم. هنيجي نشوف السبيشال كيس الثالثه. دكتور اي معلش هو مش هنا البريشر ثابت؟ اي طب هو مش الورك اصلا بيبقى البريشر النهائي في دلتا في؟ ايوه يعني. ايه هو البريشر النهائي؟ هو انت دلوقتي لما فاكر مسائل ماسوره انفجرت مش عارف ايه حصل تسريب هو انت كل ده ايه؟ كل ده اجينست ال1 اتموسفير كنت بتحط البي فاينل ب1 هي برضه نفس الكلام هنا. هو هنا الورك بيحصل اجينست ايه؟ انت لما تيجي هنا تطلع السهم كده من الرياكشن لل1 اتموسفير يبقى في ورك بيحصل اجينست الضغط الجوي صح ولا غلط؟ يبقى هو ده الفاينل بتاعك. تمام شكرا. نمبر 3 سبيشال كيس يعني هنسميه 4 الجازس وعارف ليه يعني الغرض من السبيشال كيس دي. هو انا دلوقتي لو قلت لكم في اول محاضره القانون بتاع الدلتا اتش والدلتا اي قلت ايه؟ الدلتا اتش ايكوال الدلتا اي بلس الورك صح ولا غلط؟ هو مين يا جماعه في الستيت الستيت اوف ماتر بيعمل او مين من حالات الماده اللي بيعمل الورك؟ الجاز ولا الليكويد ولا السوليد؟ الجاز. مين اللي يقدر يزق؟ يعني انا دلوقتي لو طلع عندي نواتج بالظبط صح ولا غلط؟ يبقى الورك الكيشن دي بقدر احسبه عن طريق يعني لو طلع معايا في النواتج ليكويد او سوليد ده مهمل ما بيعملش ورك. ليه؟ لان ده بفعل الجرافيتي بينزل تحت فما بيساهمش في اي حاجه في الورك. خلاص. فانا دلوقتي لو عايز احسب قيمه الورك ده هحسبه ازاي؟ على جنب كده
الورك من شابتر 1. انا عايز اعرف احسبه ازاي عشان ارجع اعوض بيه هنا ونوصل لايكويشن نعوض بيها في المسائل على طول. ريفرسيبل وريفرسيبل الورك ايكوال ايه؟ البي. بص دي انواع الورك. بتكلم على المعنى العام للورك اللي احنا جبنا منه الريفرس والريفرس. البي في الدلتا في، ومن البي في الدلتا في عملنا انتجريشن وجبنا ريفرسيبل واستخدمناه في الريفرسيبل برضو. بس المعنى العام هو كان ايه؟ البي في الدلتا في، صح ولا غلط؟ تمام تمام. طيب هنا حد يقدر يجيب لي التغير في الفوليوم؟ يعني لو انا بعمل الرياكشن في اوبن كونتينر، يبقى الفوليوم هيتغير من فوليوم انا عارفه لفوليوم انا مش عارفه. يعني انت كده انت بتقول البرودكت او الجازز تروح للفوليوم بتاع الوسط المحيط اللي حواليك، وده حاجه كبيره جدا، حاجه لا نهائيه. فبالتالي مش هتبقى ليها حسابات، او مش هتبقى ليها ارقام، او مش هعرف احسبها. فلازم اشوف حاجه بديله للبي في الدلتا في. فهضطر اشوف ايه؟ مش انا لما كنت بقول الدلتا في دي كنت بحسبها ازاي؟ في 2 بجيب الفرق بين الفي 2 والفي 1. طيب دخل البي جوه يبقى بي في 2 ماينس بي في 1. طيب مش البي في الفي ايكوال ان ار تي؟ مش ده جاز؟ مش انا كاتب فور جاز بس؟ مش انا جاز يبقى اقدر اطبق عليه الايديال جاز ولا لا؟ قانون الايديال جاز. يبقى ينفع نشيل كل بي في ونحط ان ار تي؟ ينفع. تمام، يبقى ان ار تي ماينس ان ار تي. نخلي بالنا كويس جدا ان النمبر اوف مول هنا نكتب 2 ان 2 ار تي، وهنا ان 1 ار تي. طب ليه يا دكتور الار والتي مفهومش 1 و 2؟ لان الار ثابته والتي برضو ثابته خلال التفاعل. ايوه بالظبط. فاقدر اوصل للصيغه النهائيه للورك اللي هي ايكوال دلتا ان ار تي، وروح مبروز علشان ده قانون مهم جدا. ممكن اقول لك احسب لي الورك لوحده في المساله عن طريق الدلتا ان ار تي، وممكن اقول لك احسب لي الدلتا اتش فتضطر تحسب الورك عن طريق الدلتا ان ار تي. فنعوض عنها في الايكويشن، هقول الدلتا اتش ايكوال الدلتا اي، مش هكتب بقى ورك، دايما هنكتبها ايه؟ دلتا ان ار تي. وعرفت؟ ايوه دايما. يعني الصيغه الاولانيه دي مش هتفيدني بحاجه، غير كنت بس عشان افهمك ان الدلتا اتش هي مجموع الورك مع الدلتا اي بس. انما لما بنيجي نشتغل في المسائل اكيد بشتغل بالطريقه اللي هقدر اعوض بيها. يبقى دلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس دلتا ان ار تي، والدلتا ان دي شرط اساسي اجباري، نكتب كده اجباري. ايوه لازم تكون بتاعت بس. طيب زي ما احنا متعودين ان مش عايزين حاجه تفوتنا في القانون الا ما نعرفها. الار هنا بكام؟ 8.14. مش عايز حد. لا 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 0.8. لا 0.8 يا باشمهندس، 0.8. ده احنا الار هنا في حقل، يعني يعتبر حقل الغام في الانرجي. الانرجي يعني القانون كله انرجي. دلتا اتش دي مش جول او كيلو جول، دلتا اي انرجي بكيلو جول. يبقى انت كده يعني خلاص، يبقى 0.082 دي ملهاش مكان في المعادله، ما ينفعش تعوض بالفاليو دي. فهعوض بايه؟ 8.314 جول بير مول ديجري. طب لو بالكيلو جول اضربها في 10 اس 3. ايوه كيلو جول بير مول، بس كده. يعني لو بالجول خلاص تمام، يبقى 8.14. لو اديتك الدلتا اتش والدلتا اي بكيلو جول، ما تنساش تضرب تمسين باور نيجاتيف 3 عشان تحولها لكيلو جول. مش عايزين يعني الحاجات والتحويلات والكلام البسيط ده يضيع مننا مساله. خلاص دي حاجات كلها بسيطه. يبقى دايما يا جماعه الدلتا اتش هنا مجمل الموضوع ان هي السميشن بتاع الدلتا اي بلس الورك. ده معنى الفيرست لو، ان هو تو فانكشن دلتا اتش ودلتا اي. وقدرنا نعمل بروف للفيرست لو في الثيرمودينامكس، ووصلنا ان دلتا ايكوال كيو ماينس الورك، وشفنا السبيشال كيسز 1 و2 و3 لحد ما وصلنا اخر سبيشال كيس اللي هي 4 جازز اون. في اي مشكله كده؟ لا تمام. ده الفيرست لو، ده كده الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس. يبقى وانا بذاكر كده اذاكر ايه؟ الستيت، البروف، السبيشال كيسز.
هنشوف المسائل. وقبل ما نشوف المسائل عارفين بقى تو ال ال السكند رو والثيرد رو ابسط بكتير من الفيرست, ابسط بكتير من الفيرست. ال هنشوف بكره ان شاء الله في السكند رو ان السكند رو هدفه انه بيقول لك التفاعل لما بتيجي تعمل رياكشن يا جماعه, لما بنيجي يعني نعمل رياكشن في المعمل احنا ما بنجربش الرياكشن وبنشوفه يعني ما بنحطش الحاجات ونشوف هيعمل ولا مش هيعمل, لا ده انا بقعد مع نفسي على ورقه كده واقدر اخمن الرياكشن ده لو عملته هيمشي ولا مش هيمشي, ولو هيمشي هيمشي تلقائي ولا محتاج مؤثر خارجي غير تلقائي. هو ده اللي هنشوفه في السكند لو. موضوع ظريف جدا 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 يعني باستخدام فانكشن, يعني هي اللي هتقول لي الرياكشن ده مش هيتم, الرياكشن ده هيتم, الرياكشن ده محتاج قد كده, الرياكشن ده مش عارف ايه. موضوع ظريف جدا. طيب هنشوف المسائل بتاعه الفيرست لو, بس قبل ما هنشوف المسائل محتاج اننا نظبط الدنيا شويه ونلخص القوانين ونشوف الكي ووردز اللي انا لو لقيتها في المساله اتعامل ازاي. يعني زي ما احنا متعودين مع بعض من زمان من اول ما ابتدينا ان احنا يعني مش بنقعد كتير في المساله ونصنفها يا شابتر 1, ولا احنا في كي ووردز معينه لما بلاقيها بقدر اصنف المساله على طول. وانتوا اكيد بقيتوا شطار في الكلام ده وابتديتوا, يعني اللي سمع نصايحي من اول المحاضره وابتدى يعمل اللي بقوله عليه اكيد تفكيره اتغير دلوقتي في حاجات تانية كتير. اول حاجه هدي اكزامبل ان انا احسب ازاي الدلتا ان بتاعت الجاز. تو كالكوليت الدلتا ان للجاز. لو انا عندي equation C3 H8 جاز بلس O2 بيدي CO2 بلس water. في شابتر 4 لما كنا بنحسب الدلتا H ما كانش بيهمنا الستيت, ما كانش بيهمنا الستيت, كنت بحسب الدلتا H عن طريق الدلتا H formation وخلاص. هنا انت عشان تحسب الدلتا H محتاج ايه؟ محتاج تحسب مين؟ محتاج تحسب الورك. وعشان احسب الورك محتاج احسب الدلتا ان, صح ولا غلط؟ يبقى والدلتا ان لايه؟ للجازز بس. يبقى لازم 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 تكون عارف الستيت وتركز فيها, الستيت اللي هي بتتكتب بين قوسين تحت المركب او العنصر. المركب الاولاني ده انا لازم هديك الستيت بتاعته في المساله, انت ما بتالفوش يعني, انا اللي بدي لك الستيت بتاعته. في معادلة الاحتراق انت لازم تكون عارف بقية الحاجات كلها وانت عارفها بالفطرة. يعني لما اقول لك الاكسجين ده الستيت بتاعته ايه تقول لي ايه؟ ده غاز. الكربون دايوكسيد غاز. هنا بقى بتيجي الناس تتلخبط. بص يا جماعة في معادلة الاحتراق في الكومبشن بيدي CO2 ومية, انت بتقول مية يبقى ايه؟ في ليكويد. لا انت بتقول مية اقول لك CO2 مية ليكويد طبعا, مفيش حاجة اسمها. عشان كده الناس بتلخبط في حتة دايما يا جماعة في معادلة الكومبشن تفاعل مع الO2 قبل السهم بعد السهم بيدي CO2 مية. الستيت O2 جاز, CO2 جاز, H2O ليكويد. تحت ظروف معينة لو أنا عايزك تشتغل بيها فيبر أنا هديها لك في المسألة بقى, بس أنا لو طلبت منك تكتب الإيكويشن أنت بتكتبها إيه؟ ليكويد. وبتشتغل على أساس إنها ليكويد. طيب أنا مش هينفع أجيب الدلتا إن إلا لما أعمل بالانس الأول زي ما اتفقنا. بنبروز ده ما بلعبش فيه خالص. عندي 3 كربون يبقى 3, عندي 8 هيدروجين يبقى احط هنا 4 نصهم, واظبط الاكسجين 2 في 3 ب 6 40 تاني. وعشان الناس اللي ايه ما بتعرفش توزن 6 او هنا و4 او يبقى 10, يبقى احط هنا كام؟ 5. مين جدع يحسب لي الدلتا ان هنا؟ يبقى الدلتا ان للجازز ايكوال ان برودكت ماينس ان رياكت. ايوه بص بقى هنا لقيت ليكويد اروح شاطب عليه كده بالقلم الرصاص نيجلكتد لانه هو مهمل يعني ما بيعملش ورك معايا, فاروح شاطب عليه عشان ما اتلخبطش. والباقي كله خلاص ده جاز وده جاز وده جاز, ده اللي هحسبه معايا. فين البرودكت؟ عندي كام مول من الجاز في البرودكت؟ 3. ايوه ماينس عندي كام مول من الجاز في الرياكتنت؟ 5 و1 كام؟ 6. ايوه يبقى الدلتا ان طلعت بكام؟ نيجاتيف 3. واحد يقول ايه ده؟ هو ان في ان بالنيجاتيف؟ لا هي مش ان, هي دلتا ان. الدلتا ان تطلع بالنيجاتيف عادي لان في ورك بيطلع بالبوزيتيف ورك يطلع بالنيجاتيف عادي, ما فيهاش مشكله.
انما الان لوحدها تطلع بالنيجاتيف دي لا. لما كنا بنحل في الجازس كنت قلت لحد كان قلت له لا ما ينفعش بالنيجاتيف, ولو طلع بالنيجاتيف تعرف انك حل غلط. انما الدلتا ان هنا هو الفرق بين الاثنين, وارد يطلع بالبوزيتيف وارد يطلع بالنيجاتيف. طب من قبل ما اجيب الورك مش الورك عندي دلتا ان ار تي كده انت عرفت ان هو ايه, اون ذا سيستم ولا باي ذا سيستم. ايوه ليه؟ لان الار والتي ثابت, فلما ده يطلع نيجاتيف 3 يبقى الورك هيطلع في الاخر بالايه, بالنيجاتيف يبقى اون. صح ولا غلط؟ يبقى اللي انا عايزك تفهمه ان انت انت عارف هتوصل لايه, بس انت بتثبت بالارقام مش اكتر, انت عارف عايز ايه. طيب حاجه تانية, حاجه تانية عايزك تاخد بالك منها كويس قوي, ايه هي؟ وبتبقى على قد السؤال. لو انا طلبت منك جبت لك معادله قلت لك قول لي الورك دان اون ولا باي ذا سيستم, ممكن تعرفها من غير ما تضيع وقت. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي في الجزء اللي قبل السهم عندي كام مول من الجازس؟ 6. ايوه حطهم في كونتينر كده وحط بيستهم, قول لي انا عندي 6 مولز من الجازس. خلاص 6 مولز, انا بشرح المثال ده. خلاص بعد السهم ال 6 مولز دول بقوا كام مول؟ ماليش دعوه بالليكويد, بقوا 3. بقوا 3. دلوقتي لما بقوا 3 ايه اللي هيحصل عندي في البيستون, هيطلع ولا هينزل؟ هينزل. لان التواخد في الاول خالص ان الفي دايركت مع مين؟ مع الان. فلما النمبر اوف مول يقل يبقى الفوليوم يقل, يبقى اون ولا باي؟ اون. اون. يبقى عايزك تركز كويس جدا وتفهم انت بتعمل ايه, مش مجرد ان انت بتعوض في قوانين وخلاص. لا, في النهايه, في النهايه اللي بيعمل كده في الاخر هو اللي بيزعل. يعني انا عايزك تفهم الموضوع لان هو ده الشابتر ده هيمتد معاك لا كتير, يعني فيه هتاخد ثيرموداينامكس في سنه كامله في سمستر ثيرموداينامكس 1 و2. فدي تعتبر بيزكس, بس طبعا الـ الحاجات ثيرموداينامكس بالتفصيل هتفهمها ان شاء الله في اللي هخش ميكاترونكس وباور. مهمه جدا الثيرموداينامكس والفانكشن دي بالذات, يعني الدلتا اتش والدلتا اي. طيب اللي انا هعمله دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نحسب الدلتا ان, عايز اعمل نسمرايز القوانين, نعمل سمري كده للقوانين بتاعتنا. عايزك تبدا في صفحه جديده, حتى انا كمان هبدا في صفحه جديده. حد فاتوا حاجه بس ما كتبهاش, وقسم لي الصفحه كده نصين, دلتا اتش وهنا دلتا اي, علشان دلوقتي هنعمل حاجه خطيره. ايه هي؟ ان احنا يا جماعه هنربط الشباتر كلها مع بعض. بمعنى ايه؟ لما اقول لك قوانين دلتا اتش ما تقوليش اللي احنا خدناه دلوقتي, لا قول لي قوانين الدلتا اتش من اول المنهج. شفناها فين الدلتا اتش دي؟ شفناها في شابتر 2. شابتر 2 كاليبرون ايكويشن, بي 2 على بي 1 ايكوال دلتا اتش على 2.3 ار تي 2 ماينس تي 1 على تي 2 في تي 1. شد خط. شفناها فين كمان؟ شابتر 4. هو كان ايه؟ دلتا اتش ريكشن, دلتا اتش برودكت, دلتا اتش. ايوه برودكت اكتنس. وايه كمان قلناها؟ الدلتا اتش مش الاليمنت بالمره, ان في كيو الاليمنت ايكوال 0. ايوه برافو. وفي نفس الشابتر الكيو كان ايكوال ايه؟ ان دلتا في دلتا اتش. طيب ويا سلام بقى لو ايه تروح منزل سهم كده ماس على المولر ماس علشان تروح حساب الايه النمبر اوف مولز بي في على ايه كده. كده انت ذاكرت شابتر 4. طيب نيجي في شابتر 5, شفنا فين الدلتا اتش؟ دلتا اتش ايكوال ها مجموع الانرجي بتاعت السيستم اللي هي الدلتا اي بلس ايه الورك. معلش مش هنكتبها كده, هنكتبها بقى ايه؟ دلتا ان ار تي. دلتا ان للجازس ار تي.
خلاص ونكتب عليه مهم جدا، مفيش يعني مسألة مش هتعوض القانون ده فيه، ركز في القانون ده. طيب وإيه كمان؟ ها هو يعني مش قانون، هو تلتا اتش كان ايكوال ايه؟ اللي هو كيوبي. ايوه، فلو جيت قلت لك احسب الكيوبي كأني بقول لك احسب الدلتا اتش، واكتب كده جنبها ات كونستانت بريشر. خلاص يبقى احنا كده يا جماعه احنا عملنا ملخص لقوانين الدلتا اتش، يعني عشان برضو ايه اقسمها لسكك. يعني دايما واحنا بنحل مساله هتلاقي بيقول لك انهي سكه، تروح قايل لي السكه الاولى، السكه الثانيه، السكه الثالثه، تبقى انت عارف طب مين اللي بيحكمك؟ الجيفن. والله اديتك 2 بي و2 تي زي ما انت كنت بتشوف قبل كده في كاليبرون، يبقى الدلتا اتش كاليبرون ايكويشن. لو اديتك دلتا اتش فورميشن هتشتغل بشابتر 4، لو اديتك دلتا اي وعايز الدلتا اتش هتشتغل بشابتر 5. هو الموضوع على حسب الجيفن انا هوديك فين. طيب هنيجي نشوف بقى قوانين الدلتا اي. طبعا قوانين الدلتا اي مش كتيره لان احنا اول مره نشوفها فين؟ دلوقتي، ما خدناش قبل كده، فهنكتب اللي احنا خدناه دلوقتي. ايه هو؟ الدلتا اي ايكوال كيو ماينس الورك. ماينس الورك ده الفيرست لو. الدلتا اي ايكوال كيو في، ودلتا اتش ايكوال الدلتا اي برضو نفس الكلام هنا وهنا، لان ايه دلتا ان ار تي لانه مشترك بين الاثنين. وايه كمان؟ برافو عليك، انا سامعك بتقول ايه دلتا اي ايكوال ايه الكيو في. خلاص يبقى انت كده عملت ملخص لكل قوانين الدلتا اتش والدلتا اي، علشان ده بقى شغل المسائل. لما بتيجي المسائل يا جماعه اكيد اكيد مش هتخش على المسائل، لا لازم تلخص الدنيا عشان تبقى انت عارف بتحل ازاي. وفي حاجه كمان هنضيفها في الدلتا اي اللي هي الكيو ايكوال ان دلتا اي، اهو زي ده. ايه ما هو ايه يعني؟ انا دلوقتي الدلتا اي تابير مول، لو انا قلت لك عايز الهيت ايفولفد من 2 مول من 3 مول، فهتضرب 2 في الدلتا اي، 3 في الدلتا اي، 4 في الدلتا، وهكذا. صح ولا غلط؟ تمام، هي نفس الكلام. طيب امتى استخدم او امتى الرياكشن يكون لدلتا اي؟ لما يقول لي في المساله ات كونستانت فوليوم، لما يقول لي في المساله كلوزد سيستم، لما يقول لي في المساله بومب كالوريمتر. اي حاجه من الثلاثه دول اعرف ان رياكشن ليه دلتا اي. ات كونستانت فوليوم، كلوزد سيستم، بومب كالوريمتر، كلهم معناهم واحد، كونستانت فوليوم. دكتور ايوه، هو هنا احنا قلنا ان الدلتا اي بتساوي كيو في، ديت هتبقى يعني ليها لما يكون 1 مول صح؟ بص هقول لك انا دلوقتي، احنا قلناها قبل كده بس انت ناسي، ان اي رمز كابيتال في اتفاق دولي، ان اي رمز كابيتال دلتا اتش او دلتا اي او اي رمز كابيتال هناخده في الشابتر ده يبقى بير مول. تمام؟ تمام. فده يخليني ان انا لما اجي احسب اي كميه تانية لازم اضرب في عدد المولات. يعني انا لو عايز احسب 2 مول بيطلع قد ايه، فلازم اضرب الدلتا اتش في 2. طب 3 مول يبقى لازم اضرب الدلتا اتش في 3، ده وهكذا. ده الكلام ده لو تم فين؟ في اوبن. ما هو يا جماعه شابتر 4 كله لما كنا بنحل عليه مسائل كل ده كان بيتم ات كونستانت بريشر. يعني ات كونستانت بريشر انا ما بقولش في المساله ات كونستانت بريشر، يعني ما بكتبش في المساله تعرف ضمنين ان هي كونستانت بريشر. كونستانت فوليوم بالتحديد هي اللي هقول فيها. خلاص تمام، واضح كده؟ هو الكيو دي لما بشوفها بعرف ان الدلتا اي بتساوي الكيو في. انا بس في خربشه في الصوت. الو، ايوه في خربشه، ايوه في خربشه في الصوت. يا عمرو، يا عمرو ايش الصوت؟ واحد اسمه عمرو مش حاطط رقم. طيب عارفين بقى الاهم من ده، اهم من ملخص القوانين، ساعات
بجيب المسألة يعني الطالب ما بيعرفش هو عايز الدلتا اتش ولا الدلتا اي. ده بقى الأهم من القوانين. فعلشان كده عايزك تعمل لي صفحة تانية، في صفحة تانية خالص الصفحة اللي بعدها تعمل لي برضو تقسمها لي نصين دلتا اتش ودلتا اي، لان انا مش هقولك في المسألة بالرمز كالكوليت الدلتا اتش، مش هقولك كالكوليت الدلتا اي، ده انا هجيبها لك بالكلام. فاعرف ازاي من منطوق الكلام انا عايز الدلتا اتش، واعرف ازاي من منطوق الكلام ان انا عايز الدلتا اي. تعالى نتعلم مع بعض المهارة دي، وهي سهلة جدا يعني، بس اللخبطة في حاجة واحدة بس، ان انا اقول لك كالكوليت اول حاجة اسمها change، هي اسمها ايه؟ انصلبي. يبقى change in، ايوه change in انصلبي، خلاص. الحاجة التانية كالكوليت الهيت اوف كومبشن، احسب حرارة الاحتراق. مش احنا كنا في شابتر 4 كان بيقولك الهيت اوف كومبشن كنت بتحسب الدلتا اتش؟ برضو التشينج الانسلبي هي الدلتا اتش، او الهيت اوف كومبشن هي الدلتا اتش. الحاجة التالتة احسب الكيو بي، ركز في فرق بين الكيو بس والكيو بي. الكيو بس لازم تضرب الان في الدلتا اتش، انما الكيو بي هي الدلتا اتش، ودي اثبتناها فوق في الديفيشال كيس. دول التلات حاجات اللي بنقول عليها مسميات الدلتا اتش، مسميات الدلتا اتش. مسميات الدلتا اي بقى هقول لك كالكوليت اول حاجه اسمها العادي تشينج ان انترنال انرجي، خلاص. الحاجه الثانيه الهيت، احسب لي الهيت اوف كومبشن برضو. ايه ده؟ هنا هيت اوف كومبشن وهنا هيت اوف كومبشن؟ لا، بس خلي بالك من حاجه، في الدلتا اي لو عايزك تحسبها هقول لك كالكوليت الهيت اوف كومبشن ات كونستانت فوليوم. يبقى خلي بالك لو هيت اوف كومبشن وسكت يبقى دلتا اتش، لو هيت اوف كومبشن ات كونستانت فوليوم يبقى انا عايزك تحسب مين؟ ها؟ دلتا اي. الدلتا اي، ناخد بالنا، ما هي دي اللي بقول لك عليها يعني بتتلخبطوا فيها. خلاص؟ الحاجة التالتة هقول لك احسب لي الكيو في، ودي كانت مسميات الايه؟ الدلتا اي. ناخد بالنا يا جماعة كويس جدا، علشان الحاجات دي هي اللي هتيجي كده، يعني هتيجي اقول لك بالكلام مش بالرموز، يعني علشان برضو اشوفك فاهم المعنى بتاع ال دكتور. معلش، طب لو مدينا الدلتا اتش والدلتا اي وعايز الكيو نحسبها بأني واحد؟ لا مش حاجات كده، لازم اقول لك في انت بتشتغلي فين، لازم اقول لك شغاله احسبي لي كيو ات كونستانت فوليوم ولا ما قلتش. لو انا ما قلتش خالص يبقى كونستانت كيو ايكوال ان في دلتا اي مثلا، ليا ده يبقى انا هقول لك احسبي لي الهيت ايفولفد ات كونستانت فوليوم. تمام، لازم هقول لك ات كونستانت فوليوم لو انا عايز الكيو ايكوال ان في دلتا اي. تمام، خلاص. انما في كونستانت بريشر ما بقولش، فنعرف ان هي زي المسائل بتاعه شابتر 4 العاديه خالص. اخر ملحوظة عشان ندخل في المسائل، لما بتلاقي دلتا اتش فوقيها نوت، قلناها على فكرة في شابتر 4 نوت، او الدلتا اي فوقيها نوت، النوت دي معناها ايه؟ ما اسألوش على الكونديشن، معناها الستاندر كونديشن عادية اللي هي ايه؟ البي بوان اتموسفير والتي بكام؟ ب25، صح ولا غلط؟ يبقى دي معناها ان بس مجرد ان هي الكونديشن للاي اس، الكونديشن بتاعت الرياكشن نفسه بيتم فين بس مش اكتر يعني. ده بالنسبه لكلمه النوت يعني، او للرمز النوت. في اي استفسار يا جماعه؟ الثيرموداينامكس مضمونه، وخلي بالك من حاجه، دي تلت الامتحان، الثيرموداينامكس تلت الامتحان. يعني انا لسه كان عندي محاضره الصبح برضو مع طلبه وكده في كريدت، يعني لازم تكون عارف دي، بحب اقولها لكل الناس، واكيد انت عارف ده من السمستر الاولاني، ان بعد الميد ترم بتبتدي امتحان الفاينل يفوكس اكتر على الجزء اللي انت بتاخده بعد الميد ترم،
ده في كل المواد. ليه؟ لان انا امتحنتك في الميد ترم على الجزء الاولاني، مش معنى كده ان انا مش لا هجيب منه، بس ايه مش بوزن الجزء التاني. فخلي بالك من الحته دي كويس، خلي بالك من الحته دي، لان في ناس بتفوكس على حاجات معينه وتعلم على شويه المواد، تخش بقى الامتحان وتفاجئ ان جايه بنسبه صغيره جدا في الامتحان او قد تكون مش موجوده. فنركز في الحته دي يعني، ان الجزء اللي بعد الميد ترم هو اهم بكتير جدا، اهم بكتير. فالثيرموداينامكس لوحدها واخده نصيب حلو قوي يعني. لحظة واحدة بس عشان اجيب فايل مسائل. دكتور لو سمحت وصلنا لكم سؤال؟ 40. 40؟ أربعين في ساعتين. انت امتحنت 20 سؤال في ساعة، امتحن 40 في ساعتين، يعني مش صعب. ايه؟ ما عدوش الساعة. مين اللي بيقول ما عدوش الساعة؟ فين اللي بيقول كده؟ طب اشرح لهم طيب ازاي ما عدوش الساعة؟ انا قصدي 20 سؤال في ساعة، يعني ما عدوش الساعة. ما عدوش الساعة، الامتحان جه على قد الحاجة. أيوه. صح؟ قصدك كده. أيوه. طيب خلاص، يعني ده حاجه كويسه يعني. الامتحان يجي انك في وقت تراجع فيه، تشيك على الانسر بتاعتك، لان الامتحان طبعا ده ميسك يو بيبقى توتر شديد جدا، لو علمت حاجه غلط مكان حاجه بتاع، فبتبتدي حاجه شفتت منك وانت حل صح في الورقه بتاعتك وجيت نلتها غلط في البابل شيت، تبقى كارثه. فلا في وقت يعني حتى اه طبعا 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 لازم يبقى في وقت تراجع. اللي بيبقاش عنده وقت يراجع هو اللي بيعمل في نفسه كده يعني، هو اللي بيبقى بطيء في الحل وفي اختيار القانون وفي مش متمكن، حاجات تانية كتير طبعا داخله في الموضوع. نرجع بقى للمسائل. بيقول لك ايه؟ دي مسائل على الفيرست لو. If the value of delta E equal 1455 جول and the system absorbs قد كده جول of heat. بيقول لك how much work was involved، يعني ايه الwork اللي هيبقى موجود في السيستم، اللي هيعمله السيستم، احسبها ازاي؟ زي ما احنا متعودين يا جماعة، عشان ما ارجعش اقرا المسألة تاني، وانت اول ما بتقرا المسألة بتطلع على جنب الدلتا E equal جول. هي المفروض برمول، يعني المفروض يعني ايه، هنا بيبقى فيه برمول لانها ده رمز كابيتال، والكيو مدهاني بعدها اهو 812 جول خلاص، وطالب الورك. ده الفيرست لو صريحه يعني، ان اللي بيربط الثلاثه دول مع بعض، الدلتا اي والكيو والورك، دلتا اي ايكوال كيو ماينس الورك. هعوض بالدلتا اي 1455 equal. هنا كلمة absorbs يعني ايه؟ يعني اسيبها بالبوستر زي ما هي، يبقى 800 وايه؟ و 12 minus الورك. لو جيت طبعا حسبت الورك من القانون ده هتلاقي ايه؟ هتودي الورك بالبوستر، يبقى 800 رقم صغير minus رقم كبير، يبقى equal ايه؟ negative. يبقى اون ولا باي؟ اون، لان هو سالك بعديها ان الورك ده بيتم اون ولا باي ذا سيستم. بس كده يا دكتور؟ اه بس كده. المساله الثانيه اللي تحتها على طول ابتدى يخش معانا في الايكويشن وليه والشغل ده، نشوف مع بعض إيكويشن بالمنظر ده. انا بديها لك يعني، واكيد اكيد انت مش هتكتب حاجه زي دي. الاو اف 2 طبعا والستيت جاهزه، يعني برضو انت مش هتفتي في حاجه زي دي. او اف 2 جاهز،
بلس H2O جاز بيدي O2 جاز بلس 2HF، يعني كلهم جاز، يعني مش هنجلكت اي حاجة او مش هنهمل اي حاجة. ومدي هنا، مدي هنا الدلتا H وطالب الدلتا E. هو مش هو كده مديني الكونديشنز بتاعتي اللي هي 180 M و25؟ ايوه تمام، دي بالنسبة للنوت. طب انا عايز اختار القانون اهي، يعني هو مدينا حاجة وطالب حاجة، القانون اللي بيربط الاثنين دول ببعض. ها انا بس يعني المفروض نلقط على طول. ايوه ده القانون اللي قلت لك دلتا اتش هتطبقه في كل المسائل، ايكوال دلتا اي بلس دلتا ان للجازس ار تي. انت بس عشان مش مذاكر يعني دلوقتي لسه واخد المحاضره، بس يعني المفروض القانون ده يعني ايه هيبقى ويل نون بالنسبه لك في اي مساله فيرست لو في ثيرمودينامكس يعني. طيب الدلتا اتش هو مديها اهي، اخدها بالساين بتاعتها نيجاتيف 318.4 ايكوال الدلتا اي. طبعا مش لازم اكتب نوت يعني في كل مره، النوت دي بس انا عرفت منها الكونديشن وخلاص. بلس افتح قوس كبير كده نشتغل بقى. اول حاجه الدلتا ان، انا عندي كام ان للجاز في البرودكت؟ 2-1 3 ايوه. وعندي في الرياكتنت كام؟ ماينس 2. يبقى مين ماينس مين؟ 3-2 بالظبط. الار بكام؟ 8.314 لا تايمز ايه؟ 10 عشان انا شغال هنا ايه؟ شغال كيلو جول. ايوه تمام. التمبريتشر 295 زائد 2 اللي مش عارف اهو من النوت 25 سيلسيوس. يبقى اقدر اجيب من هنا الدلتا اي بمنتهى السهوله قد كده كيلو جول، وطبعا ده كابيتال لتر، يبقى ايه بير ايه بير مول. دي طريقه الحل بهدوء وتاني كده، واثق من حلك واثق من فهمك تقدر تحل اي مساله. دكتور معلش، هو لو انا الدلتا اتش ضربتها في قلب مش هضرب الار في تمبر نيو 3؟ بدأ اقعد بالظبط، لان كده حولتهم الاثنين بالجول، يعني كانك حط الاثنين بالجول. المساله اللي بعدها ابتدى ايه؟ مساله كلها كلام. احنا يعني زي ما قلت لك مش لازم اقول لك كالكوليت بالرمز، يعني مش يعني ايه قلمه لما تحصل يعني. فلازم ناخد في بالنا ان انا ممكن اجيبها لك بالكلام. نشوف كده، بيقول لك if the heat of combustion of C2H4 at constant temperature is كذا. مين جدع يقول دلتا اتش؟ ايوه برافو عليك. طب عرفت ازاي؟ انا لسه عشان مش constant temperature ابتدينا نلقط اهو ان 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 انا هنا لقيت بير مول، يبقى دي دلتا اتش يا دلتا اي. لازم اعرف عشان اعرف اكمل المساله. فدلوقتي زميلكم بيقولوا ان دي دلتا اتش، عرفت منين؟ ان هو قايل قبلها هتكون السنت بريشر. طب انا هرخم واشيلها خالص لو ما قلتهاش، يبقى نستنتج ايه برضو؟ ان هي دلتا اتش، هي دلتا اتش بالظبط. ما قالش بالظبط، يبقى انا اللي انا عايز اقوله ان طالما ما قالش كونستنت فوليوم في راس السؤال يبقى دي اسمها ايه؟ دلتا اتش. دلتا اتش تمام. يبقى اروح مطلعها كده جيفن بتشتغل في المساله كده، كيلو جول بر ايه بير مول. اكتب المعادله لو طلع الدلتا ان بالظبط. تعالى بقى نشوف هنا هو عايز الاول. المساله فيها مطلوبين A و B. في المطلوب الاولاني ايه؟ بيقول لك الهيت اوف كومبشن اوف سي 2 اتش 4 كمل كده دلتا اي. دلتا اي ايوه. عايز منك ايه؟ ها دلتا عايز منك دلتا ايه؟ ايوه كانه زي المساله اللي فاتت بالظبط، كانه مدي الدلتا اتش وطلب الدلتا اي بس بالكلام. طيب عشان اشتغل في المسألة لازم يكون عندي equation زي ما احنا متعودين. اروح ماسك الـ C2H4 اعمل له معادلة احتراق بلس O2 بتدي ايه؟ CO2H2O مية ليكويد بالظبط. هنا الستيت بتاع ده طبعا عشان ده شيت وانا عامل حساب اقولها في الشيء يعني في الشرح بتبقى جاز، بس في الامتحان هديها لك يعني. دي جاز ودي جاز ودي جاز ودي ليكويد تمام. اعمل بالانس،
اوزن اسيب ده ما العبش فيه خالص. عندي هنا 2 احط هنا 2، هنا 4 احط هنا 2 واظبط الاكسجين. 2 في 2 ب 4 و2 6 يبقى احط هنا كام؟ 3. لو في رقم غلط المساله شكرا، المساله شكرا. طيب ايه القانون اللي بيربط الدلتا اتش بالدلتا اي؟ دلتا اتش يكون دلتا اي بلس ايوه دلتا اي بلس دلتا ان ار تي. خلاص تمام يلا نشتغل. الدلتا اتش سالب 1410 تمام بيساوي معرفتوش بلس ها 2 ناقص 3 هنا نجلكت ده خالص ناقص 4 ايه؟ ناقص 4 يبقى 2. بص 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 كده معايا 2 ماينس ايه؟ ها 4 ايوه الثلاثه والواحد ما انساش يبقى 2 ماينس 4 في مين؟ 8.3 بس كده؟ 8.314 بس كده؟ لا في 10 نيجاتيف 3 ايوه ما ننساش بقى. التمبريتشر هنا مش موجوده في المساله طبعا، هنضيفها تبقى 2 على 8 يعني. انا برضو عشان كنت عامل حساب اقولها هنا بس في الامتحان طبعا بتبقى كل حاجه مديها لك. اعرف من هنا اجيب الدلتا اي وانا مطمن قد كده واكتب كيلو جول بير ايه؟ بير مول. ده بالنسبه للمطلوب الاولاني. يبقى الناس بقى الطالب الذكي لما هيعمل ايه؟ زي ما كنا بنعمل في شابتر 4 ستيبس 1 2 3 بكتب الايكويشن بحسب الدلتا اتش هي نفسها. بس فاكرين في المره اللي فاتت في شابتر 4 ستيب 2 كانت ايه؟ كانت على قانون نمبر 4. هنا ستيب 2 بقت على قانون نمبر 5 بس ال- 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 الطريقه نفس النمط بيختلف القانون على حسب الجيفن. طب تعالى نشوف كده في مطلوب البي. مطلوب بي بيقول لك ايه؟ احسب لي الهيت ايفولفد من الاحتراق من 2.8 جرام من السي 2 اتش 4 كمل كده ها ان هتبقى كونست. استخدم انهي قانون؟ استخدم كيو ايكوال ان دلتا اتش ولا كيو ايكوال ان دلتا اي؟ استخدم انهي واحد؟ ايكوال ان دلتا اي. اهو انا سايب لكم اللي انتوا ليه؟ لانك يعني اللي انت هتقوله ده هو اللي انت هيبين انك فاهم ولا لا. عشان كونستنت فاليو ليه؟ عشان هنا اروح مترجم كده هم دي ما تعديش اروح واخدها كده ده ايه؟ كونستنت فوليوم. خلاص يبقى التفاعل ليه ايه؟ دلتا اي. يبقى اروح اعمل ايه؟ اروح مشتغل بالنسبه للدلتا اي. طول ما انت بتحل كتير ومتعود على شكل السؤال مش هيكون في مشكله بالنسبه لك ابدا. كيو ايكوال ان في دلتا اي. انا عايز الكيو بتساوي النمبر اوف مول طبعا انا هحسبه ماس على المولر ماس هو عايز 2.8 المركب عندي سي 2 اتش 4 لما اجي احسب له المولر ماس هيطلع 28 في الدلتا اي اللي انا ايه؟ اللي انا حسبتها اعوض بيها هنا زي ما هي. هيطلع قد كده كيلو جول بس كده. المساله دي شبه المساله خدناها في شابتر 5 شابتر 4 بس متعدل فيها شويه حاجات. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكومبشن اوف 1 جرام للاسيا الكحول C2H5OH ان بومب كارومتر ايفولفز قد كده. خلاص يبقى كلمة 1 جرام دي هتكون بالنيجاتيف وفي ايفولفز وفي رقم اهو ومدينا كونديشن بنهايلايت والمعادلة طبعا هتبقى كومبشن وايه وفي بومب كارومتر دي بقولنا ايه دي ما بتعديش دي لازم معناها ايه؟ ها؟
ايوه كونستنت فويد بتساوي كيو في جدع. انت قلت الدلتا اي بتساوي كيو في يعني الرياكشن ليه دلتا اي. طيب هنا ده احنا فصصنا خلاص راس السؤال. طب المطلوب هو عايز اللي تشينج ان انترنال انرجي، دي واضحه مش محتاجه حاجه، يعني هو عايز ايه الدلتا اي. دلتا اي هنجيبها ازاي بقى في المطلوب الاولاني؟ هنا مش محتاجه ايكويشن ولا تعب. عارف بيسالك فاكر المساله اللي خدناها في شابتر 4 كنا ماشيين طول عمرنا 1 2 3 جينا في مساله مشينا 3 2 1 اللي هو تبقى كيو ايكوال ان دلتا اي بالظبط. انت مدي لك الكيو وعايز منك الدلتا اتش وعندك النمبر اوف مولز تقدر تجيبه، انطلق. يبقى كيو ايكوال ان دلتا اي. انا مدي كيو عايز الدلتا اي، ايه المشكله؟ بدل ما كنت بمشي يعني ستيبس معينه 1 2 3 خليتك تمشي 3 2 1 بس، مش لازم تبقى المساله بدايتها الايكويشن يعني. طيب هنا ايفولف ما انساش ان انا احط ايه نيجاتيف ايكوال النمبر اوف مول بتاعه الاسائل الكحول مدي جرام، يبقى واحد على المولر ماس. المولر ماس بتاع الكحول ده هيطلع معاك لو جيت حسبته 46 في الدلتا اي. بس كده اعرف اطلع الدلتا اي، ده ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي مشكله خلاص. يبقى هنا اقدر اطلع. يا جماعه بصوا دايما يا جماعه مش هنخرج بره القوانين اللي احنا ملخصينها، فتكون يعني القوانين دي ما تغيبش عن دماغك لما تيجي تقرا المساله. اهم حاجه تختار القانون صح، تختار القانون صح. هي الكيو هنضرب في 10 باور 3 ليه؟ انا هنا عنديش ار ولا حاجه، انا هسيبها زي ما هي وبناء عليه اللي هيطلع من هنا هكتبه كيلو جول بير مول. تمام. طيب ده بالنسبه للمطلوب الاولاني. بالنسبه للمطلوب الثاني بيقول الهيت اوف كومبشن وسكت. الكومبشن ده الاحتراق دلتا اتش. ايوه خلاص احنا كده ابتدينا نفهم. يعني انا يعني المفروض كده ابتدينا نلقط اللعب بيبقى فيه. هنا عايز الدلتا اتش. طيب اشتغل بقى اعمل ايه؟ حط الايكويشن واحسبها بطريقه شابتر 4 خلاص ومعايا اهي الدلتا. تمام احسبها بايه؟ لا الدلتا اتش ايكوال دلتا ان دلتا اي زائد الدلتا ان ار تي دلتا اي. انت قلت ايكويشن شابتر 4 مجازا، انت يعني ايه شفت تحت دلتا اتش اف، بس انت ناسي ان عندك لسه مطلوب ثالث سي، هو ده اللي هتستخدم فيه الحاجات اللي تحت. ما خدتش بالي. خلاص طب انا هجيب الدلتا اتش منين؟ طب ما انت جايب الدلتا اي اهو، تقدر تجيب الدلتا اتش عن طريق ايه؟ القانون المشهور بتاعنا. هقول ايه؟ في دلتا اتش سي 2 اتش 5 او اتش. طبعا الكحول ده بيبقى ايه؟ ليكويد. خلاص بلس او 2 بيدي CO2 بلس ايه؟ H2O. H2O وده جاز وده جاز وده جاز، سوري ليكويد. طيب اروح ببروز ده كده. هنا عندي C2 احط هنا 2، عندي هنا 5 و1 6 يبقى احط هنا 3، واظبط الاكسجين هيطلع هنا عندي 3، وفي النهايه عندي هنا 7 و7. 7 اكسجين و7 اكسجين. وابتدي اشتغل في القانون بتاع الدلتا اتش ايكوال الدلتا اي بلس دلتا ان ار تي للجاز. طيب الدلتا اتش كده كده ايه؟ معانا اهي؟ معانا صح ولا غلط؟ ايوه معانا ولا مش معانا؟ الدلتا اي معانا. تمام. طب الدلتا ان؟ 2 ناقص 3 بكنسل لا الايه الميه ومكنسل. ايوه ليكو. لا 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 ركز ركز احنا يعني المفروض فاهمين مش حافظين. ايوه 2 ماينس 3 الار بكام؟ 8.314 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3. جدع جدع. ودايما في الغالب هتلاقيني بدي لك الدلتا اتش او الدلتا اي بالكيلو جول، علشان لو اديتها لك بالجول بتبقى ارقام كبيره واخد بالك، انما كيلو جول بيبقى بيخلي رقم صغير يعني.
اعرف اطلع من هنا ايه الدلتا اتش قد كده كيلو جول بر ايه برمول بس كده. يعني هنلاحظ نفس النمط بالظبط بس بدل ما كنا ماشيين زي ما قلت قبل كده 1 2 3 بقى ماشيين 3 2 1. طبعا يعني المطلوب الثالث ده انا مش محتاج احله يعني ده ما يعني ايه حلينا زي في شابتر 4 قبل كده ان انا بيدينا الدلتا اتش عايز الدلتا اتش اف وانا عندي الدلتا اتش اقدر اعوض قانون شابتر 4 على طول. يبقى دي هنحلها زي قانون شابتر 4 بالظبط اللي هو فورميشن للبرودكت ماينس الرياكتنت. خلاص تمام. اخر مسألة دي انا اللي انا جبتها لك في الامتحان بتاع الميد تيرم للناس اللي امتحنوا يعني الفترة الاولى بس جبتها من غير الدلتا اي طبعا. يعني احنا شفنا مسائل السيرمو كيمستري هي مسائل الفيرست لو بس بيزيد عنها الدلتا اي صح ولا غلط؟ يعني كل المسائل فوق دي حلنا زيها بالظبط بس من غير الدلتا اي في شابتر 4. طيب اسامبل اوف اسيتونيترايل سي 3 سي اتش 3 سي ان ابزوربس 1 كيلو جول. مساله ما فيهاش اي حاجه ابزورب 1 كيلو جول يبقى استنتج من كده ان انا عندي هنا بوزيتيف عادي خالص خلاص واستنتج من كده كمان ان دي كيو كلمه ابزورب بكذا ايفولف كذا دي كيو على طول تو ايفابوريت ات نورمال بولينج بوينت اللي هي قد كده اي تي ام و 100 سيلسيوس. لا مش 100 هو انت بتتكلم عن الميه دي ماده اسمها اسيتونيترايل وبيقول لك البولينج بوينت بتاعتها 81.6 البريشر كام وبيقول لك الفوليوم كام بامانه كده اللي حلها حلها ازاي هنجيب الان ومن الان نقدر هو نجيب هو هنا بيقول لك والفوليوم بتاع الفيبر اللي طلع 1.17 لتر احسب لي الدلتا اتش فيبرايزيشن حلتوها ازاي دي؟ وطبعا كلمه نورمال دي بتدل على 1 اتموسفير زي ما احنا متعودين. حلتوها ازاي؟ هنجيب ال N الاول بعد كده نضرب هتجيب ال N واقسمه على كيو طبعا. يعني انا يعني لو انتوا كده برافو طبعا بس يعني سمعت من ناس راحت دخلت في كليبرون ايكويشن ومش عارف ايه ويعني ايه جابوا قوانين كده يعني غريبه شويه على مع ان يعني معروف يعني والنون ان كيو طالما مديها لك وعايز الدلتا اتش يبقى اكيد الكيو ايكوال ان في دلتا اتش مش محتاجه اي حاجه. راح دخل في كليبرون وضيع وقته وفي الاخر ايه وراح منزل ارقام من دماغه ال100 وال1 اتموسفير ودي مش مساله ميه. المهم المطلوب الاولاني قلنا مساله عاديه خالص الكيو اهي انت عارف ات نورمال بولينج بوينت هنا معناها ايه؟ معناها ات كونستانت الحته دي مهمه بريشر لانه كلمه نورمال يعني ال1 اتموسفير صح؟ طيب هنا هقول ان كيو ايكوال ان في دلتا اتش. طب الان ايه؟ اروح على جنب كده ما عنديش بقى ماس عن مولر ماس انا عندي تمبريتشر وعندي فوليوم يبقى بي في ايكوال ايه؟ MRT البريشر عندي 1 الفوليوم اللي عندي 1.17 النمبر اوف مول معرفوش الار هنا بقى هتبقى ايه 0.08 ايوه نرجع بقى للقوانين القديمه دي بي في كل ان ار تي خلاص التمبريتشر هتبقى 81.6 بس دي بالسيليزيوس لازم تحولها كلفن هتبقى 354 0.6 لو جيت حسبت النمبر اوف مول من هنا هيطلع 4 من 100 خلاص لما بتيجي تعوض بقى هتقول 1 equal 4 من 100 0.04 في الدلتا اتش
تروح الدلتا اتش طلع لك ايه 25 كيلو جول بير مول. ده العادي خالص كاننا بنحل مساله من شابتر 4 العادي خالص. جيت زودت لك انا بقى دلوقتي قلت لك احسب لي كيو في، يعني كاني بقول لك احسب لي الدلتا اي صح ولا غلط لان دي كيو في. مين جدع يقول لي هنعملها ازاي؟ بص لما بيجي لك حاجه زي دي، لما بيجي لك حاجه زي دي انا هايلايت على حاجه مهمه دلوقتي. ايه هي؟ بص كده هايلايت عليها باللون الاخضر ايفابوريت. كده انت عندك معادله كيميائيه ولا عندك تغير فيزيكال؟ يعني عندك تغير فيزيائي في الاستيت بس، يعني حصل تبخير ولا حصل تفاعل كيميائي زي الاحتراق والتفاعلات التانية اللي احنا كنا بنكتبها فوق؟ تبخير. ايوه تبخير. يعني معنى كده الماده ما اتغيرتش، الماده يا جماعه ما اتغيرتش خالص في التركيب بتاعها. بمعنى ايه؟ لما بنيجي نحل هنا في نمبر 2 في حاله الايفابوريشن، في حاله اي حاله اجيبها لك من حالات الماده اقول لك حصل كوندنسيشن ايفابوريشن سبليميشن مش عارف ايه، معنى كده ان الماده لا تتغير او لا تتاثر بالتركيب، يعني ما بتتغيرش الفورمولا بتاعتها، ما بتكونش مركبات تانية. بمعنى ايه؟ ان ال CH3CN ليكويد اتبخر، هي دي المعادله بتاعتك، هي دي المعادله اللي انت هتحل بيها المساله. جاز خلاص. عرفت منين ان ده ليكويد وده جاز؟ لان دي ايفابوريشن، بديهي ان اللي قبل السهم هيكون ليكويد واللي بعد السهم هيكون ايه؟ هيكون جاز او فيبر. خلاص؟ وابدا احل عادي خالص. وهنا كمان للسهوله انت مش محتاج بالانس في اي حاجه، انت ما فيش حاجه عندك اتكسرت ولا عندك حاجه بتاع، يعني انت الميه لما بتتبخر ما هو اسمه بخار ميه H2O برضه. بس الاستيت هو اللي بيتغير تحت صح ولا غلط؟ يعني بتيجي بتكتب الاستيت هو ايه؟ جاز. واللي قبل السهم ليكويد. ما بتحتاجش توزن ولا اي حاجه، نفس ده 1 مول ده 1 مول. طيب اما نيجي نشوف الدلتا اي هحسبها ازاي. انا عندي الدلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس الدلتا ان ار تي، والدلتا ان دي بتاعت مين؟ الجازس. طيب الدلتا اتش 25 والدلتا اي انا ما اعرفهاش، الدلتا ان واحد. ايوه ليه ده مش معانا؟ 1 ماينس 0 يبقى 1 ماينس 0 في مين؟ 8.314 في التمبريتشر اللي هي كام؟ كنا معوضين في الجي في الفيكول ان ار تي اهي 300 التمبريتشر بتاعت الماده في اللحظه دي كانت لحظة البويلينج بوينت بوينت 6. اعرف اطلع الدلتا ايه هتطلع تقريبا يعني على حسب ما حسبتها الصبح مش فاكر 22 تقريبا يعني كيلو جول بر ايه؟ بر مول. ودي يعني تعتبر المسألة الوحيدة اللي فيها فكرة. شدوا حيلكم يا شباب في المذاكرة، اهتم بالمعمل اللي زي ما قلت لك الايام اللي جايه عشان تعرف تجيب ال 25 كاملين. وان شاء الله اشوفكم بكره في الدور. هناخد بكره السكند لو والثيرد لو ان شاء الله. يعني دكتور احنا كده فاضل لنا كام شابتر؟ احنا بالظبط احنا هنخلص الاسبوع اللي بعد الجاي، يعني ما كانش الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني في ثلاث شباتر، مش شباتر حاجه كده يعني ايه، بتاع تلت ساعه كل واحد فيهم هينزلوا فيديوهات. هو المسمى شابتر بس يعني ال 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 الفيديو الواحد لما يتعاد واحد 10 دقايق والتاني تلت ساعه كلها حاجات بسيطه جدا. يعني شابتر اسمه الكومبشن، وشابتر اسمه الاسمنت، واحتمال يكون في الميه لسه بنناقش يعني مع ال لا حضرتك اللي شرحه؟ لا الزملاء. هتلاقي يعني انا مش فاكر، يعني هتلاقي يعني دكتور محمود على دكتور علي على دكتور عمرو في ميكس كده بس مش فاكر مين شرح ايه.
لان هي حاجات اوريدي كانت موجوده من الترم الاولاني وانا ما كنتش بدي الترم الاولاني، فبنستعين بيها يعني ان احنا ننزلها هنا. وهي كلها نظري يعني، الاسمنت طريقه تصنيعه، الحاجات دي ايه هي الخامات بتاعته، الاحتراق، ازاي بحسب كميه الهواء اللي انا عايزها عشان احرق بيها الماده بتاعتي او الزيت بتاعي، كلها حاجات بسيطه يعني. فاحنا عارفين طالما احنا بننزل حاجه فيديو يبقى الحاجه دي يعني ما تستاهلش الشرح يعني. وحضرتك لو قلنا حاجه لما اخرته الترم ولا هو نفس المنهج؟ لا 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 احنا لجل... انا بص بص يا باشمهندس، انا من بدايه اول محاضره انا قايل ان المنهج هيتغير وهيقل. المنهج قل كتير عن الترم الاولاني، قل كتير، وفي حاجات كتير اتغيرت، حاجات كتير اتغيرت يعني، بتتقال في النص في المحاضره يعني. فالحاضر هو اللي هيبقى فاهم ايه اتقال وايه اللي عليه وايه اللي مش عليه. دكتور بعد حضرتك في حاجه ملغيه في اللاب شيت؟ اللاب شيت لا مفيش حاجه عليك ملغيه، كله عليك. انت معاك انهي فيرجن؟ بتاع جالفانيك سيل. انت معاك انهي فيرجن من ال؟ انا مش متابع الفيرجن اللي نزل على ال بتاع، ممكن تبعتولي على التيمز واقول لكم اللي من فين لفين. بس لو في الجالفانيك سيل ده يبقى مش عليك، الالكتروكيمستري. وفي حاجه اسمها المفروض كان في فيرجن جديد احنا محضرينه كان ينزل، بس ظهر الفيرجن اللي معاكم ده جايبينه منين؟ من ال ام اس ولا زي ما كنتوا السنه اللي فاتت؟ هي الكوردينيتور قالت بيج بيج إيه؟ سؤال 12 ملغيين. انا بس عشان اللاب شيت مش معايا دلوقتي، مش قدامي، فمش عارف نازل عليه ال ام اس. اللي نازل عليه ال ام اس في الجالفانيك سيل. الو في جالفانيك سيل. لا 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 خلاص، لو في جالفانيك سيل والكوروجن واللي هو نازل بالصوره القديمه يبقى التزم بالتعليمات الجديده والغيها. هي بيج 9 كده دكتور. كان في مشكله عندي في ان انا ارفع الاسايمنت من الثلاث، وبعت لحضرتك وحضرتك ما ردتش، وبعت لحضرتك نفس اليوم بتاع الثلاث ده، بعت لك حتى الاسايمنت ذات نفسه بي دي اف على التيمز، انا ما عرفتش ارفعه، وكان في مشكله في الموقع ذات نفسه ما اقدر ارفعه من الساعه 9 برضه. طيب خلاص انا بعت... انا طالما ما ردتش عليك يبقى خلاص. طيب يا استاذ انا بس عشان عندي توتوريال على الساعه، انا عندي بس توتوريال مع طلبه تانية على الساعه 2:30، فمحتاج بس يعني اخر حاجه بس. أيوة. اخر حاجه ابعته لحضرتك برايفت ولا ابعته لي على الايميل؟ ابعته لي على الايميل واكتب التايتل بتاع الايميل اهم حاجه عشان لما اجي سيرش يطلع لي على طول في الاوتلوك. في الاوتلوك تمام. طيب شكرا. دكتور المحاضرات اللي هتنزل فيديوز دي يعني لما نعوز نسال مين يعني؟ نسال حضرتك ممكن تطلع ميتنج او حاجه ترد علينا ولا؟ انا مفيش مشاكل، انا عامه انا لحد الكوردينيتور كانوا بيتواصلوا معايا في بخصوص السوليد ستيت وقالوا لي ان انتوا تمام كل حاجه فاهمينها بالنسبه للشابتر اللي نزل فيديو، فعلشان كده انا ما اكتفينا بالفيديو لان الفيديو ده يعتبر محاضره اونلاين يعني. احنا كان اول ما ابتدى الموضوع في المحاضرات كان كله بيبقى فيديوهات، الانتراكتيف لسه معمول السنه دي، فكانت الطلبه بتعتمد على الفيديو خلاص. فاحنا الحاجات اللي زي ما انت شايف في السوليد فيها رسومات مش عارف ايه الكلام ده يعني مش هنعرف نشرح انتراكتيف. وانا تواصلت مع الكوردينيتور وقال لي الطلبه كلها فاهمه ما فيهاش مشاكل. كان طب يا دكتور بعد اذنك، هو مخصوص السوليد ستيت انا ما فهمتش منه، كان في مسائل ايه؟ ممكن الفيديو بتاع السوليد ستيت ما كانش فيه مسائل. انا منزل مسائل ازاي باشمهندس؟ ما هو منزل مسائل على ال ام اس. انا منزل، ما هو من امتى الفيديو بيبقى فيه مسائل؟ ممكن يكون فيه مساله او اتنين بس مش دي اللي بنعتمد عليه. انا منزل مسائل على السوليد ستيت على ال ام اس ومدينا وكنت مديت فتره وكان عباره عن اساينمنت ومديت الفتره بتاعته. لا ازاي؟ خلاص ان شاء الله بكره في التوتوريال اللي عنده اسئله هنرد عليها بكره ان شاء الله. شكرا.